لكن المتسابق الذي لفت انتباهي هو الذي يحمل الرقم 44. يبدو أن لديه عقدة نفسية، فعندما يرى مشهدا عنيفا يتأثر بسرعة، وهذا ما لاحظناه عليه عندما كان يستخدم تلك الأوراق القاتلة. نعم، كنت ألاحظ ذلك من خلال نظرة التحدي التي كان ينظرها. لقد جعلني متوترة قليلا من تلك النظرة. كان ينظر إلي النظرة ذاتها. نظر إليك أيضا؟ إنه يحب المغامرة والمنافسة، لكنه اختار العيش بهدوء بعيدا عن صخب الحياة الذي نعيش فيه. وأظن أنه يشارك في اختبار الصيادين لا ليكون صيادا، بل هي أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالكاك داميشي. الكاك داميشي؟ إنه فن من الفنون القتالية المنتشرة في الشرق الأقصى، يشبه قليلا فن الكاراتيه الذي نعرفه جميعا. لكن صاحب هذا الفن القتالي عندما يكون غير راض عن نفسه ينزل إلى الشارع ويختار أناسا أقوياء ويتحداهم في القتال، وذلك من أجل أن يصقل مهاراته. إنه جريء حقا وخطير جدا، ولا يفكر في العواقب أبدا.